السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. معانا النهاردة مقطع قصير لسرير 120 سنتي. السرير ده من اللي هو النظام اللي هو القديم، النظام اللي هو الموديلات القديمة. ده كان بيسمى غرفة نوم السمرة، كان غرفة النوم بتاعته كان اسمها غرفة النوم السمرة أو السودة، كان اسمه كده. طبعا ده العشاق الحاجة اللي هي القديمة، الشغل القديم. السرير زي ما حضراتكم شايفين كده فيه شغل جميل جدا. ده السرير هو المقرب لحضراتكم، ده معمول نظام قشرة ودهان بني محروق. القشرة نظام اللي هي القشرة البابونجا، لو انا قربت الكاميرا هون ده القشرة اللي هي البابونجا اللي هي اللي تحت، هي حضراتكم شايفين الخدمة واللمعة. ودي قشرة جدر الزيتون، دي قشرة جدر الزيتون اللي هي لونها فاتح دي، بتبقى جميلة قوي مع بعض. ده نظام برضو اللي هو الحلاقة والفرمية البارزة. السرير برضو معمول نظام تفريغ، الفتحات بتاعته متفرغة عشان يدي الشغل جميل. كمان معمول له نظام ورد، ان ده الورد ده بارز، او زي ما حضراتكم شايفين الورد ده بارز. وكمان دهانه نظام معتق، يعني المعتق ده بيبقى الغوط بتاعه متجنزر، بيتعمل اكسده، الغوط بتعمل اكسده، وبيمسح بقى السرج العالي بتاعه بفضي او ذهبي زي ما حضراتكم شايفين كده، او نحاسي، بيبقى جميل جدا وفي منتهى الجمال. السرير على قد ما هو حجمه صغير ومساحته صغيره، بس معمول فيه شغل عالي قوي. وده الميكي ماوس، نظام برضو اكسده، الغوط بتاعه معمول اكسده زي ما حضراتكم شايفين. السرير جميل جدا. طبعا هقول لكم الشباك الصغير ده، الشباك الكبير، الشباك الكبير، شايفين الجمال والروعه. السرير البسيط 120 وفي دوران. هقول لكم الشباك الصغير من ورا، ده الشباك الصغير هون، بس طبعا المكان صعب شويه، هنحاول نصوره. زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الجمال والروعه. ده الكتف بتاع السرير، ده منظر السرير من ورا. ده برضه نظام حشويا، معموله برضه نظام اوكسيدي. تمام، السرير على قد ما هو صغير بس فيه شغل عالي جدا ما شاء الله. يعني انا بحاول بس ازود الاضاءه شويه لان المكان مزنوق. وده نظام برمق برضه هون، بحاول بس اوضحه من شايفين اللي ده عمود حلزوني، عمود حلزوني ده جميل جدا، بيدي شكل يعني رهيب يعني ما شاء الله. وده برضه نفس القشريات حشوتين. وده منظر السرير، هحاول اجيبه لكم منظر افقي. شايفين السرير في شغل عالي جدا يعني ما شاء الله. وده العمود اهوت، ده العمود. طبعا منظر السرير روعة يعني، جميل جدا. وبرضه في النهاية ما تنسوش التعليقات برضه، لو هل فعلا الشغل الكلاسيك والمودرن الجديد هو الأحسن ولا القديم اللي هو المعتاد ده. وفي النهاية ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله.